صباح الخير، ومع الغرائب والطرائف والعجائب بنلف في كل بلاد العالم وبندور في كل الكتب ومش بنسيب عشان نجيب لكم أفضل منتج علمي نقدر نقدمه للسادة المتابعين اللي بتمنى عليهم يعني إن هم يبدأوا يعملوا يعني نشر للفيديوهات وكله بصوابه. الأحياء ببساطة مع تميم. هتكلم معاكم النهاردة في موضوع عجيب. قرأت خبر من فترة إن واحدة أمريكية أعلنت إنها خلفت من جوزها. يا سلام، واحدة خلفت من جوزها، سبحان الله، ده عجيب أوي. ما أنا نسيت أقولك إن جوزها ده ميت من 5 سنين، والست شريفة محترمة، تفتكرش حاجة كده ولا كده؟ طب ازاي؟ التفسير العلمي ده موجود في منهج تالتة ثانوي. في حاجة اسمها بنوك الأمشاج. بنوك الأمشاج دي الفكرة العلمية بتاعتها بمنتهى البساطة، لأن احنا في الأحياء ببساطة مع تميم، بتجيب الحيوان المنوي أو البويضة وبعدين بتروح تحفظهم في بنك الأمشاج ده في نيتروجين مسال وفقا للمنهج في درجة حرارة 120 تحت الصفر. لما انت بتعمل تجميد للبويضات وللحيوانات المنوية تقدر تستمر عايشة وتقدر تستخدمها بعد كده في الإخصاب لمدة ممكن توصل ل20 سنة. طبعا من المعروف ان البويضات هي اكبر خلايا الجسم حجما، بيبقى فيها مية كتير. قبل ما بيجمدوا البويضات دي بيجففوا البويضة، بياخدوا المية عشان زي ما تعملش بلورات فيها يعني تلج كده. المهم مش هنتكلم في التفاصيل العلمية دي. اللي نستفيده ان البويضة والحيوان المنوي يقدر يعيش او متجمد كده 20 سنة. فالست دي اللي هي الست الامريكية دي، جوزها كان راح في القوات الأمريكية اللي كانت موجودة في العراق، وكان حفظ الأمشاج بتاعته في بنك أمشاج هناك في أمريكا. الراجل ده كان مات في حرب العراق، وبعدين يبدو هو مات والجثة اتحللت وخلاص والدنيا زي الفل. يبدو جالها في المنام روح الطهرة، جات لها في المنام، وكان لابس ابيض في ابيض وراكب حمار ابيض في ابيض كده، ويقول لها بقى يا وليه مش عارفه تجيبي لي حته عيل افرح بيه وانا في تربتي. قالت له حاضر يا سي جون بقى ولا سي اي بتاع، والنبي من الصبح لروح بنك الامشاج واجيب لك العيل اللي نفسك فيه يا اخويا. فراحت بنك الامشاج، خدت الحيوانات المنويه وخصبت البويضه وزرعتها في الرحم بتاعها، ومعلش يعني استحملني النهاردة، يعني في حاجات عجيبة. وممكن لو الرحم بتاعها يعني في مشكلة ولا بتاع بتأجر رحم واحدة تانية، وده موجود في أوروبا وأمريكا، يعني حاجة اسمها تأجير الأرحام. واحدة بتعلن إن أنا بأجر الرحم بتاعي الشهر مثلا ب1000 دولار ولا بتاع، وبعدين لما بتخلف الطفل الأم صاحبة البويضة بتاخده خلاص. مشروع حلو تأجير الأرحام ده. طيب ده الموضوع ببساطة. طيب مش عاوزك تتسرع وتحكم على الموضوع، ايه اللي انت بتقوله ده والعلم وده كلام فارغ ومش عارف ايه، بلاش الاحكام السريعة وكمل معاه للاخر، لان هقول لك حالة يعني حاجة انسانية جدا. بنك الامشاج ده ممكن نحفظ فيه امشاج حيوانات اوشكت على الانقراض او ذات سلالة ممتازة او اي حاجة بقى يعني، فده في الحيوانات الموضوع لذيذ ومهم جدا. طب بالنسبة للانسان، في حاجة اتمنى انها تحصل في مصر وانا من خلال عشرتي وتجربتي مع مرضى سرطان كتير ما بلاقيش ده بيحصل. لما بيكون مريض السرطان ده شاب او شابة صغيرة جالها سرطان في الثدي، اي حاجة، او سرطان بالنسبة لاكثر انواع السرطانات شيوعا في الرجال يعني المستقيم والبروستاتا، المفروض ان هياخد علاج اشعاعي او علاج كيميائي.
العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي بيستهدف أي خلايا بتنقسم في الجسم، ومن ضمن الخلايا اللي بتنقسم في الجسم خلايا الخصية وخلايا المبيض. فبالتالي اللي هياخد علاج إشعاعي أو كيماوي ده بنسبة كبيرة هيصاب بالعقم. بره وفي الدول المتقدمة يعني لما بيتعرف إن ده شاب صغير ومريض سرطان فبيقولوا له روح جمدي البويضات، روح احفظ الحيوانات المنوية في بنك الأمشاج، بحيث لما ربنا يكرم كده وياخد العلاج بالإشعاع والكيماوي ويخف يقدر يكون من حقه بعدين إن هو يخلف. فهياخد الإشعاع والكيماوي ممكن يكون أصاب بالعقم خلاص مش هيخلف تاني، وناس كتيرة ما بتعرفش الكلام ده للأسف. فانا بقوله يا ريت ننشر الفيديو ده بحيث الناس كلها تعرف، لو مريض سرطان وشاب صغير ومن حق ان هو يفرح بعدين وربنا يكرمه لما يخلف انه يحفظ الامشاج بتاعته عشان يقدر يخلف، لان بنسبة كبيرة هو مش هيقدر يخلف بعد العلاج الاشعاعي او العلاج الكيماوي. طيب فاذا موضوع بنك الامشاج وتجميد البويضات ده حلو، هو العلم يا جماعه فيه كده وفيه كده، انت تقدر تستخدمه تعمل القنبله الذريه وهيروشيما اللي اترمت في هيروشيما وناجازاكي وتدمر بيه الدنيا، وممكن تستخدمه استفادات مفيده. ممكن مثلا واحده ست مثلا عايزه لاسباب ما جوزها كان مسافر واتفر انا مش عارف يعني ممكن ايه، فالمهم انها هتكبر في السن ومش هتخلف، فقبل سن اليأس كده بنقول لها او المينوبوز روح احفظي او جمدي البويضات بتاعتك بحيث تقدري تخلفي بعدين لو احتجت تخلفي وهي عندها 50 سنة وهي عندها 60 سنة. وعلى فكرة الرحم شغال طول العمر، يعني لو واحدة مسنة الرحم بتاعها شغال، فاذا بتبقى المشكلة ان مفيش بويضات عند السن الكبير. طيب انا هاخد البويضات دي واحفظها في بنك الامشاج واجمدها بحيث انها ممكن بقى عندها 50 60 سنة ونفسها تخلف او جوزها حب يخلف واتفر بقى هم عايزين ايه، فتقدر تعمل ده. بأكد تاني اي مريض سرطان شاب او شابة صغيرة قبل ما تاخد العلاج الاشعاعي او العلاج الكيماوي اسأل عن موضوع تجميد البويضات وحفظ الحيوانات المنوية، وان شاء الله هتخف وهتبقى كويس وتقدر بعدها تخلف. تمنياتي بالصحة والسلامة للجميع، والأحياء ببساطة مع تميم. هدفي طلب الثالثة ثانوي بتعرف إن المنهج اللي هي بتدرسه لامس أول حياة، فاهتم يا حبيبي واعرف العلم للعلم، ما تقعدش بقى تذاكر وانت مخنوق. وهدفي ان الناس العادية تعرف اهمية العلم، نروح كلنا للعلم، نروح كلنا للعلم، العلم حلو. وانت كولي امر سمعت الفيديو ده هات ابنك، انت عندك في المنهج بنك الامشاج اشرحها لي، ها تواصل اهو حلو اسرة. فسيو ونهاركم سعيد، الاحياء ببساطة مع تميم وانا بتمشى، باي.